الحديث مع معاليكم لا يمل، لكن لعلنا نختم بهذا السؤال بعد إذن معاليكم، وهو سؤال يتكرر ودائم عن مكتبتكم الكبرى، هل يمكن الحديث عن يعني أهم مكوناتها ونوادرها ورأي معاليكم في اقتناء النوادر من الطبعات غالية الأثمان؟ أو تسمع بالمعيد خير من أن ترى، مثل يقول القائل المعاصر يقول الصيت ولا، يعني الناس يذكرونها وهي ما هي بحقيقية. عندي الحمد لله اقتناء، لكن ليس بمثل ما يصفونه، يعني الوصف الضخم. عندي اقتناء مهم، وأحب الكتب القديمة بشروط بعد، وليس كل شيء. والكتب من ملذات الحياة، يعني تأنس، لأن مجالسة الكتاب أحسن من مجالسة أي شيء في الدنيا. وأنا ما عندي أصدقاء ولا عندي مزرعة ولا عندي رحلات ولا عندي، فغالب يعني متعتي في هذا، أدور حول هذا. أستغفر الله وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. السلفية تبقى والسلفيون يبقون إن شاء الله طائفة منصورة على الحق، لا يضرهم من خالفهم.